انت هون سعيد؟ لطفية انت شو فايقك من هلا؟ والله قلقت ما قدرت نام، بس يعني انت ليش لما رحت على شغلك بالفرن لهلا؟ انا ما كنت موعد حارس الحارة اشرب معه كاسة شاي بما اروح على الفرن، لسه بكي. ايوه، ومن امتى انت صحبه بلا زغره مع حارس الحاره وتشربوا شاي مع بعض وتاخذ لورات؟ من اليوم ورايح. ايوه، طيب وهذا السفرطاس شو وضعه؟ يعني كمان اخذ له اياه؟ ايه السفرطاس اخذ له اياه، في مشكله يعني؟ لا ابن عمي مو مشكله يعني، بس مثل ما بتعرف يعني اكلنا يا دوب على قدنا انا وياك، يعني كيف عم تكرم هيك؟ ماني فهمانه. ايه مظبوط، بس يعني يلا بيبارك بالاكل. يلا بدك شيء؟ انا بدي اروح تعمي خاطرك. يلا صاير كريم على حساب غيرك كمان. ماشي يا سعيد، ماشي. طولت علي اليوم ابن عمي. لك اخ شو بدي احكي لك، انا وحامل السفرطاس يجي لهون لسه طالع من المطبخه، عم طلعت لي ضرتك لطفيه مثل القضاء المستعجل وفتحت معي هداك التحقيق. ما بنخلص منها هي لا بالليل ولا بالنهار. خلاص شيلك منها شو بدك فيها. قومي هلا بنت عمي خدي هالسفرطاس وفوتي على المطبخ حطي لنا اياها بصحون وسبقيني على الاوضه. مشتاق لي ابن عمي؟ لا مشتاق للسفرطاس. ليش شو فيه السفرطاس؟ في الأكلة اللي بحبها البيك، شيخ المحشي مع الرز المفلفل بالشعيرية. يا عيني، وأنا عاملت لك أكلة بالوزة، إيه رح تاكل أصابيعك وراها. يا عيني عليك يا أحلاك، الله يخلي لي إياك يا رب. يلا حاسكب لك صحن. إيه يلا بنت عمي يلا. وينه هذا لهلا؟ أدن الظهر وما إجا ليكسر السفرة معي. لا وما جاب لي الخبز التازة كمان. إيه؟ شو عليه؟ والله أنا نعست بدي نام. قوم نام عند ابن عمي. لا بدي نام عندك، خليني هون. لك يا ابن عمي نحن ما بدنا إياها تعرف شيء. لا شو بدك فيها أنت؟ لا تشغلي بالك فيها. ولا تشغلي لي بالي انا كمان. لك الله يرضى عليك خلينا مستورين. ها طيب مثل ما بدك خلص، بس يكون بعلمك انا بكره بدي اقضي الليل والنهار عندك. لك يا ميت اهلا وسهلا. ايه الله يسعد لي هالعيون ما احلى. لك خاطرك يا عيوني. مع السلامه تقبر قلبي. خاطرك يا روحي. خاطرك يا قلبي. مع السلامه يا حبيبي. خاطرك يا كلي. يا الله السلام عليكم. مع السلامة تقبر قلبي. ما شاء الله عنك يا جوزي ما شاء الله. شو بك بالليل لطفية؟ عم تمسخر علي؟ لا أعوذ بالله، كيف بدي أتمسخر عليك؟ وأنا شايفتك من الصبح عم تطلع قبل شغلك على الفرن بساعتين وبترجع قبل العصر بساعة، معقولة أتمسخر عليك؟ لك شو بك لطفية؟ شغل الفرن هيك. بعدين نحن ناس عنا ضمير، ما بنحب نقطع الناس من الخبز. ايوه معك حق معك حق، بس يعني ليش لهلا؟ شي لك ما بدي دير بالي على الشغيلة ولم الغلة. لهلا ابن عمي؟ ايه لهلا. طيب يعطيك العافية. مين عم يدقلبها؟ عليك شكوى. من مين سيدي؟ من مين؟ من كل أهل الحارة. أوف يا لطيف، ليش؟ وحتى الحارة التحتانية كمان عم يقولوا صار لك أسبوع ما فتحت الفرن تبعك. شو هالحكي سيدي؟ هذا الحكي مو مظبوط. شلون مو مظبوط؟ يعني اهالي الحارتين كذابين وعم يتبلوا عليه؟ ايه نعم سيدي عم يتبلوا علي. انا احسنت الظن فيك،
قلت لحالي بجوز اللي اشتكوا عليك بدهم يضروك، وانا رحت بذات نفسي على الفرن لقيته مسكر. شلون مسكر سيدي؟ لا مو مسكر. مسكر وبيت النار مطفي وحتى ريحه خبز ما في. لا سيدي لا، انا كنت تارك شغيلتي هنيك بالفرن. انا شغيله؟ انا رحت لهنيك ما في شغيله بنوب. شو عم تكذب علي؟ شو ما بتفهم انت؟ سيدي ان شاء الله اخر مره. ما في لا اول مره ولا اخر مره. طيب سيدي شو بدك؟ انا حاضر بعمل يعني، بس ما تحبسني الله يوفقك. انا بدي اعطيك مهله لبكره، واذا ما اشتغل الفرن بدي احبسك بتهمه تجويع الناس. بس سيدي انا اللي بدي اقوله انه انت هيك عم تظلم يعني. خلص شو عم قلها؟ يلا الله معك. امرك سيدي. وليش مسكر الفرن تبعك ابن عمي؟ والله بصراحة أنا تعبت كثير وبدي بيعه لهالفرن. لك كيف تبيعه؟ ليش تبيعه؟ ليش؟ لأنه شغلة متعبة، تعبت أنا يعني. وإذا بدك للحقيقة. شو الحقيقة؟ شو الحقيقة؟ قل لي. الحقيقة يعني أنا والله ما كنت حابب أحكيها، بس مشان بري حالي يعني. ابن عمي احكي، شو بدك تقلي الحقيقة؟ أي حقيقة؟ الصراحة أنا صار لي مدة متكفل بأولاد أيتام، يعني متكفل بأكلهم وشربهم وكل شيء. إيوه. إيه ومن جمعة في ولد من أولاد الأيتام هدول مرض كثير، قام أمه ترجتني يعني، قالت لي مشان ناخده على الخستخانة. طبعا انا ما قصرت اخذته وهيك فيعني مشان هيك ما فتحت الفرن. طيب وليش ما قلت لي؟ استغفر الله العظيم، يعني انا كنت حابب اني يعني خلي هذا الشيء بيني وبين ربي. ايه وشلون صار؟ مين هو؟ الولد اليتيم اللي انت اخذته على الخستخانه. الولد اليتيم؟ ايه لا تحسنت حالته الحمد لله، وانبسطت له كثير انا. ايه خير ان شاء الله. حاجة عمي حاجة تدلليني ولا كنت الدلال بينفع الاخلاق. صحة وغنى. يا قلبي بس هدي مو طالع مني اني اتركك ونحن ما صرنا 10 ايام متجوزين. ايه ليش مخليها عندك لك؟ شو قصدك جميلة؟ يعني طلقها وتعال عندي انا. ايوه فكر فيها. ايه فكر تقبرني فكر، بس لا تتاخر علي بالتفكير. ها حاول تقبر. مين؟ انا العجان ابو حدو، بدي المعلم سعيد. والله سعيد ما له هون يا اخي. اصبح من بعد اذنك، اعطيني مفتاح الفرن. وشو بدك مفتاح الفرن؟ مش هلحق اعجن العجين لانه هيك امرني اليوزباشي، قال بدي شغل الفرن. يوه يعني بفهم من الحكي انه جوزي ما باع الفرن؟ لا اعوذ بالله، شو باعه ما باعه؟ لا ما باع الفرن، هلا بدنا نشغل الفرن ونعجن العجين. طيب تكي لاجيب لك المفتاح. ايه بس عجلي اختي الله يخلي لي اياك. قبل ما اجيب لك المفتاح اخي، بس بدي اسالك، انت بتعرف وين عم بيروح جوزي؟ والله ما بعرف، شنو من 10 ايام لا فتح الفرن ولا بيان. اوف هيك لك. طيب اخي تكي وروح جيب لك المفتاح. يلا يلا عجلي اختي الله يخليكي. ولي منيح اللي ما قلنا لها متجوز عليها وفتحناه قدامها. تفضل تقبر. شو طيبين العصيرات. صحة وهنا. كل شيء من ايدك طيب. طيبهم كمان. يا سلام. الله يخلي لي اياك يا بنت عمي.
أنا حجيب صحن الحلو وإجي. الشغلة ما عاد ينسكت علي منوب، وهي كمان اليوم ما بين. لحمة معناتها أكيد في شي مو منيح. يا ربي شلون بدي اطمن عنه؟ شلون؟ ايه جميلة، عملي حسابك أنا ما رح نام عندك اليوم، لأنه ضرتك لطفية عم بتأخر عليها كثير، يعني خايف تكشفنا. قلت لك ريحني منها وخليك عندي. هلا انت بس استني علي هالكم شهر لساوي اللي ببالي وبعدين بصير الك وبس. ايه وقد ايه هالكم شهر بقى؟ ما مين جاينا بهالوقت؟ انا رح افتح الباب. تعالي. قولي بس ما تكون حماتي امها لجميله هي اللي جايه. لك بعدي عني عم قلك هيدي تعي هون تركيني لطفيه شو جابك لهون؟ جاي شق على الاطفال اليتامى اللي صرعت راسي فيهم ولا شقني بالبيت كرمالهم. يا لطفيه ما بصير تعملي هيك. مين هي ابن عمي؟ هي انا مرته ضرطي. كنت عرفانه انك متجوز علي. انا انت واحد قليل الاصل ابن عمي. لا تحكي معي هيك، انا لو اني قليل اصل كنت طلعتك وقشطتك البيت كمان. لو قدرت ما قصرت. انت بتعرفي انه انا بقدر. لا سيدي ما بتقدر. لو صفيت نيتك من البدايه معي يا ابن عمي كان كل املاكي هي املاكك وحطيت كل شيء باسمك. بس سبحان الله الله مو رايد لك الخير لانك طماع. من لما تجوزتني فايت على طمع وكنت عم تخطط إنه ما لازم جيب أنا ولد لأنه أنت بدك تهبش كل مصرياتي وتطلقني. الله أكبر عليك. لك أنت ما فيكي تفكير؟ يعني شو؟ فكرتيني إنه أنا رح ضلني طول عمري متجوز وحدة أكبر مني؟ طلقني. ما رح طلقك لحتى تعطيني الفرن. رح بعطيك 50 ذهب. إيه سلميني اياهم هلا بطلقك هلا. ولك ما في شرط. الله اكبر عليك. الله لا يوفقك. الله لا يسامحك. شو علي؟ طلقني سعيد. انا ما بقبل عيش مع واحد كذاب وطمع مثلك. هلا طلقني. تعيش وتاكل غيره. الله لا يسامحك.